رموز النظام المحلول ترفض التعاون مع المحكمة. مصر تؤيد مقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية لسد النهضة. المالية تدشن برنامج ثمرات. إجراءات ومحفزات جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أحداث السودان من قناة السودانية 24، حيث رفض رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون الإدلاء بأي أقل مشترطا وجود محامي، فيما تمسك علي عثمان محمد طه باللجوء إلى المحكمة رافضا الإدلاء بأي أقوال. الأربعاء استجوب وكيل نيابة الخرطوم شمال عبد الرحيم الخير القيادية بالنظام السابق ورئيس حزب المؤتمر الوطني السابق أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه 5541 للعام 21 و144 و165 من القانون الجنائي متعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب القانوني والمواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب. ويواجه أحمد هارون اتهامات بإحضاره قوات ما يسمى بالهجانة عبر باصات من مدينة الأبيض إلى منطقة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة. قالت هيئة محامي دارفور إنها التقت مولانا تاج السير الحبر النائب العام بجانب رئيس لجنة التحقيق والتقصي في جرائم القتل خارج نطاق القانون. وأضافت الهيئة في بيان أنها أخذت علما بتوجيهات النائب العام لمرؤوسيه بالنيابة العامة لنشر أسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض جنائي ممن توافرت في مواجهتهم بينات مبدئية في أحداث كريندينغ الأولى ولم ترفع عنهما الحصانات. أوضحت أنها بحثت مع النائب العام سير الإجراءات في بلاغ مقتل 4 من طلاب جامعة الجزيرة. ونقلت الهيئة لنائب العام ضرورة أن يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان استرداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة أمامها قبل مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك للمثول أمام أي محكمة أخرى مختصة داخل السودان في قضايا أخرى مقيدة ضدهم للحيلولة دون الإفلات من الملاحقة الجنائية. نفى المكون المدني بالمجلس السيادي الانتقالي الأنباء المتداولة بشأن مناقشته أمر إطلاق سراح التركي أوكتاي شعبان حسني. وأصدر أعضاء المكون المدني بالمجلس السيادي الانتقالي بيانا توضيحيا أكدوا فيه أن المجلس لم يناقش هذا الموضوع ضمن أجندة أي اجتماع من اجتماعات المجلس ولم يقرر فيه. أضاف البيان أن على الجهات التي أصدرت هذا القرار أن تتحمل مسؤوليتها دون إقحام المجلس السيادي في هذا الموضوع. وكانت السلطات السودانية قد ألقت القبض على رجل الأعمال التركي الأصل السودانية الجنسية لتورطه في ملفات فساد. أرجأت محكمة بولاية سنار محاكمة رموز النظام السابق بالولاية إلى الأحد المقبل. ومثل اليوم أمام المحكمة كل المتهمين من الأول إلى الخامس، وهم أحمد عباس محمد وال سابق، أحمد محمد عبد الله وزير مالية سابق، علي الحاج دفع الله مدير عام مالية سابق، شرف الدين هجو المهدي رئيس مجلس تشريعي سابق، خضر عثمان أحمد رئيس مجلس تشريعي سابق. وقدم المتحري مستندات الاتهام، واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، وأنكر كل المتهمين أقوالهم التي أدلوا بها في يومية التحري عدا المتهم الأول أحمد عباس. وطلب محامو الاتهام تأجيل الجلسة للاطلاع على المستندات التي قدمت ومن ثم مناقشة المتحري حولها، وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأحد المقبل. وصلت إلى بورت سودان أول سفينة بحرية أمريكية بعد عقود من العزلة الدولية بسبب العقوبات الأمريكية على السودان. وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم وصول سفينة النقل السريع الاستكشافية التابعة
لقيادة النقل البحري العسكرية كارسون سيتي إلى بورسودان. وقالت السفارة في منشور على صفحتها بفيسبوك إن زيارة السفينة تسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لتعزيز شراكاتها المتجددة مع القوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أنها أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود. وأوضحت السفارة أن الزيارة تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا الأفريكوم أندرو يونغ ومدير المخابرات هايدي بيرغ إلى الخرطوم في يناير الماضي لتوسيع المشاركة التعاونية. أعلنت مصر تأييدها مقترح الحكومة السودانية حول توسع مظلة التفاوض بشأن مظلة الوساطة. وبحث وزير الخارجية سامح شكري مع منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية كونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي المقترح السوداني. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إن بلاده تؤيد المقترح الذي تقدم به السودان لتطوير آلية المفاوضات بشأن سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الإفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس فيليكس تشيسكيدي لدفع المسار التفاوضي ومعاونة الدول الثلاث في التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الخبير الاستشاري في مجال السدود والخبير والموارد المائية الباشمهندس أبو بكر المصطفى. مرحبا باشمهندس ومساء النور عليك. مساء النور عليكم وعلى مستمعيكم وعبر الأثير ولكم التقدير والتحايا. الله يعطيك الصحة والعافية. ابتداء، على ماذا ينص مقترح السودان بشأن سد النهضة؟ مقترح السودان قد بدأوا من فشل المفاوضات الأخيرة بضرورة إشراك الخبراء الأفارقة، وطور المقترح بضرورة إشراك الخبراء الذين يشكلون وجودا من خلال أنهم مراقبين في المفاوضات اللي يمثلون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إضافة إلى خبراء الاتحاد الأفريقي. فالسودان يرى تفعيل دور هؤلاء الخبراء جميعا لتغريب وجهات النظر والوصول إلى حلول مرضية تفي بمتطلبات الدول الثلاثة حول سد النهضة وضرورة تحقيق الأمن المائي لدوله الثلاثة وتحقيق الطموحات التي تهدف لها الدول الثلاثة من خلال توفير احتياجاتها المائية واحتياجاتها من الطاقة. نعم باشمهندس، ما الذي يعنيه تأييد مصر لمقترح السودان حول توسيع مظلة التفاوض؟ مصر كان قد رفضت المقترح أنه إشراك المراقبين أو الخبراء الأفارقة الذين يتواجدون في المفاوضات في كافة مراحلها من دون أن يكون لهم دور فعال في تغريب وجهات النظر وفي تقديم المقترحات لإيجاد حلول للاختلافات، فكانت قد رفضت دور الخبراء. فهذه بادرة طيبة أن توافق على الخبراء. والمقترح السوداني الحين يشمل 4 خبراء: خبراء الاتحاد الأفريقي، خبراء الأمم المتحدة، خبراء الاتحاد الأوروبي، خبراء الولايات المتحدة. طيب، هذه المقترح السوداني يشكل من هذا، وكنت أتمنى أن يضاف إليه خبراء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لتكتمل الحلقة بالجهات الدولية المعنية بشأن المياه وبشأن التنمية والتمويلات والبيوتات المالية في الدول. طيب، رفض مصر هذا الذي تحدثت عنه قبل قليل باشمهندس، إذا ما يعني الكل يعده باعتباره واحد من أبرز القضايا العالقة، أهناك قضايا أخرى عالقة في ملف سد النهضة؟ لا، ما نتحدث عنه الآن الآلية. السودان يعني في تقديره أن فشل المفاوضات كان لوجد لعدم وجود آلية تقرب من وجهات النظر، لعدم تطوير منهجية التفاوض.
فبالتالي السودان قدم منهجية إشراك الخبراء الاتحاد الأفريقي وطور هذا المقترح في شهر فبراير بإشراك المؤسسات الأربعة: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة. طيب. الجديد في الأمر أن مصر أعلنت اليوم موافقتها اليوم في زيارة لوزير الخارجية الكنغولي لجمهورية مصر العربية. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري موافقة الجمهورية مصر العربية على مقترح السودان بإشرافنا. والخطوة التالية اليوم في ملعب جمهورية أثيوبيا الفيدرالية، والذي نتوقع أن تتجاوب في هذا الشأن ويكون الاتفاق على تفعيل دور الخبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إضافة الولايات المتحدة، وبالتالي المفاوضات تتواصل تحت رعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية في رعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حلول مرضية في ظل تواجد هؤلاء الشركاء الذين يقدمون وجهات نظر. طيب باشمهندس، كيف نتأمل أن يكون في المرحلة التالية في الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي؟ طيب باشمهندس، كيف سينعكس هذا المقترح إيجابا على التفاوض بشأن سد النهضة والخروج أيضا بحلول في القضايا المعلقة في هذا الملف؟ كما ذكرت لك أنه الآن الكرة في ملعب المبادرة لأثيوبيا لتأييد المقترح، وبالتالي يمكن أن تتواصل المفاوضات في رعاية الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن. أما ما يتعلق بالقضايا الفنية الخلافية والقانونية، هذا وجود الخبراء من هذه الدول ودورهم الفعال في تغليب وجهات النظر أكيد حيساهم في ردم الهوى بين الأطراف الثلاثة. طيب. هذا ما نعمله في المفاوضات، لأن حقيقة لا شيء يتحقق إلا بالرضا وبالتفاوض بين الدول الثلاثة، ولا بد أن يكون الرشد في تبني المصالح والمبادرات التي تحقق الفائدة للشعوب المنطقة والنماء وتحقيق الازدهار الاقتصادي والفائدة من مشروع السد. طيب، هل تتوقع أن تقدم إثيوبيا أن تتجه منفردة لمسألة الملأ الثاني لبحيرة السد؟ السودان واضح هنالك فترة تقارب 3 إلى 4 شهور إلى تاريخ الملأ. السودان وجمهورية مصر العربية أيضا ذكرت ذلك، أن لابد التوصل إلى اتفاق قبل أن يتم الملأ الثاني. كميته ليس يعني بالحجم الصغير، بالحجم المتوسط حوالي 13.5 مليار، فبالتالي تأثيره كبير، وبالتالي لابد أن يتم الاتفاق حول مواقيته وكمياته وتاريخ بدئه، لأن ذلك يؤثر تأثير مباشر على السودان. طيب. السودان سد الرسيرس يبعد كيلومترات قليلة وبحيرته في مشارف الحدود الأثيوبية السودانية، وبالتالي التأثير مباشر في تأثيره على إنسان السودان في مشاريعه المروية وفي مشاريع مياه الشرب في المدن على ضفاف النيل، وبالتالي تأثير كبير يعني كما شهدنا في العام الماضي الأضرار التي ترتبت على الملأ الفجائي لبحيرة سد النهضة في المرحلة الأولى. شكرا جزيلا للخبير. جديدة نتجنب الأضرار، وبالتالي السودان يضع يؤكد على ضرورة الاتفاق قبل البدء الملأ. شكرا جزيلا للخبير والاستشاري في مجال السدود والموارد المائية المهندس أبو بكر المصطفى، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أعلنت وزارة الخارجية السودانية تجديد شكوى السودان السابقة في مجلس الأمن الدولي ضد مصر بشأن قضية مثلث حلايب المتنازع عليها. وقال مصدر لوكالة السودان للأنباء إن تجديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني لحفظ الحق والإبقاء عليها في أجندة المجلس. وأوضح أنه حال لم يتم تجديد الشكوى كل 3 سنوات متواصلة يتم حذفها تلقائيا من الأجندة. وأكد حرص السودان على القيام بتجديد الشكوى حفاظا على حقوقه. وأعرب الرئيس الإريتري ياسر فورغي عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية
والإثيوبية. كذلك أكد في رسالة خطية بعث بها إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تفهم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه، كما أكد الرئيس الإريتري في رسالة التي سلمها كلا من وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ومستشار الرئيس الإريتري يماني علي عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها. بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي العلاقات الثنائية بين السودان مع الكويت. وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق في تدوينة على صفحتها الرسمية الأربعاء إنها تلقت اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ الدكتور أحمد الصباح وزير خارجية الكويت، بحثت خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدمت بالشكر للجهود التي يبذلها في استعادة العلاقات بين الأشقاء العرب. وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بتوفير كافة احتياجات ومستلزمات قوات الشرطة ومعالجة قضاياها بما يمكنها من أداء واجبها الوطني تجاه المواطنين والمحافظة على أمنهم واستقرارهم. وشدد خلال لقائه وزير الداخلية الفريق شرطة عز الدين الشيخ على أهمية دعم مفوضية اللاجئين لتنفيذ سياساتها والإشراف المباشر على اللاجئين بكل معسكراتهم بالبلاد. وأوضح الوزير أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد وهموم وزارة الداخلية والشرطة بوجه خاص، وقال إنه تم الاتفاق على عدد من التدابير المطلوبة خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بكافة ولايات السودان. استعجلت قيادات مجتمعية بولاية الدين الأزرق السلطات الاتحادية في إعلان والي جديد للولاية إنفاذ الاتفاقية سلام جوبا لسد الفراغ الدستوري. وقال القيادي بمبادرة المجتمع المدني علي محمد هجو إن إعلان والي ولاية النيل الأزرق من شأنه تفعيل الجهاز التنفيذي بالولاية واستكمال هياكل السلطة بقيام المفوضيات وحسم جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعد من مهام واختصاصات حكام الأقاليم. وتابع: النيل الأزرق ولاية ذات خصوصية وقد نالت الحكم الذاتي بموجب اتفاقية سلام جوبا، مما يتطلب الإسراع في وضع الترتيبات اللازمة للاستفادة من المكاسب والمزايا ودعم الاستقرار والسلام المجتمعي بالولاية. بعد فاصل قصير طائفة من الأخبار الاقتصادية بالحدث الاقتصادي، لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.